إذا بتريدي قدان يلا فتحي عيونك كرمالي. أسبتي للكل، أسبتي للكل إنك بتقدري كمان تعملي هالشي. بترجاكي قدان أنت لازم تفيقي وترجعي لي فورا. قدان أنت اللي أنقذتينا كلنا من الموت وأنا جاي لعندك لحتى أنقذك. ما فيك تموتي قدان، شو عم تستنى؟ لو سمحت أعمل لها شي. صدقني يا سيد أكشات ما عاد فيني أعمل لها شي، تأخر الوقت كتير. أصحك أصحك ترجع تقول هالكلمة مرة تانية. أنت مو شايفة كيف عم تتنفس؟ دكتور طول ما هي عم تتنفس أنا رح ضل عايش وعم تتنفس. ولعلمك كمان طول ما أنا عم تتنفس وعايش ما رح أسمح أبداً أنه يصير أي شيء لقدان. ما رح أسمح يصير لك أي شيء. ماشي أنت ما فيك تبعدي عني أبداً. حبي لإلك رح يضمن لك إنك رح تضلي عايشة يا قدان. شو عم بصير؟ ما رح أسمح لك تروحي لأي مكان لأني أنا بحبك قدان. بنتي حماتي أنا حبك كتير قدان. أنت ما فيك تبعدي عني وتتركيني. قدان أنت ما بتعرفي أني أنا بحبك وأني بحاجتك. صدقيني أنا من دونك ما بسوى أي شيء قدان. صدقيني ما فيك تروحي لأي مكان قدان. عم تفهمي؟ أنا ما رح أسمح لك تتركيني. أنت لازم ترجعي. عم تفهمي؟ رجعي. لا برح يصير لك. فوتي لجوا رجعي. ما رح يصير لك شيء. بدي فوت. رح يصير أحسن. لا بدي فوت لعندك قدان. لو سمحتي رجعي لي قدان. ستي طولي بالك. لا مستحيل. قدان شو شو حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.